توب 10 ارهب الحصريات على بلايستيشن 4. وقبل ما نبدا لا تنسون اشتركوا بالقناه وحطوا لايك وايضا فعلوا الجرس. والحين خلونا نبدا. في المركز العاشر معنا لعبه دايز جون. هي عباره عن لعبه عالم مفتوح وفي زومبيز وفي مهمات كثيره متنوعه واسلحه كثيره جدا. القصه بكل بساطه انتشر وباء في المدينه وتحول الناس الى زومبيز وفي مجموعه عصابات عدائيه تكونت. واكثر شيء كان يميز اللعبه هو ان في افواج زومبيز كبيره تلحق وتحاول تقتلك، وانت تقدر تستخدمهم ضد العدو او تهرب منه. في المركز التاسع معنا لعبه استروبوت. هي لعبه بلاتفورمر على بلاي ستيشن في ار، واللي طبعا ما راح يشتغل من غير بلاي ستيشن 4 عشان كذا اضفناها للقائمه. اللعبه رسومها جميله جدا والالوان فيها تفتح النفس وتعتبر واحده من افضل العاب بلاي ستيشن في ار. تلعب فيها بآلي صغير ومهمته انقاذ باقي الآليين في مراحل متنوعه، وايضا القتال مع الزعماء عمالقه، وتقدر بنفسك تستخدم راسك في مساعده الآلي الصغير في حل الغاز او القتال ضد الزعماء. في المركز الثامن معنا لعبه ديترويت. هي لعبه من تطوير كوانتم دريمز واللي اشتهرت بلعبه هيفي رين. اللعبه تعتمد اعتماد كلي على الخيارات في الحوارات، وكل خيار راح يقودك الى مسار معين في القصه وفيها اكثر من نهايه. واكثر شيء يميز اللعبه هم الشخصيات اللي فيها والحوارات اللي تدور بينهم، راح تتعلق فيهم بسرعه. والقصة معقدة صعب اني اشرحها هنا، لكن فكرتها العنصرية بين الاندرويد والانسان والمشاكل اللي يمرون فيها. في المركز السابع معنا لعبة Until Dawn. هي لعبة رعب وصراع بقاء وتعتمد على اختيار الحوارات وفيها مسارات متعددة. واكثر شيء يميزها هو انها رجعت للتصوير الكاميرا الثابتة الفيكست كاميرا اللي امتازت فيها العاب Resident Evil القديمة، وكان فيها وجوه ممثلين مشاهير مثل رامي مالك اللي بطل مسلسل مستر روبوت، وايضا مثل صوت الشخصية اللي لعبها في اللعبة. واللعبة نجحت نجاح ساحق وباعت كثير، لدرجة أن لما قابلت المطورين في باريس جيم ويك في فرنسا قالوا لي أنهم انصدموا وتفاجأوا من نجاح لعبتهم. في المركز السادس معنا لعبة هورايزن. هي لعبة مغامرات في عالم مفتوح وفيها قصة عميقة ومهمات متنوعة من تطوير غوريلا جيمز واللي اشتهروا بسلسلة كل زون في السابق. هورايزن تعتبر أول لعبة لهم عالم مفتوح، ولما قابلت مسؤول تصميم الشخصيات في لبنان قال لي أن الفريق قرر أنه يتوجه العالم المفتوح كنوع من المغامرة، وما كانوا متأكدين أن اللعبة بتنجح أو تفشل وكانوا متخوفين، لكن طبعا اللعبة نجحت وصلها عشاق كثيرين. وأكثر شيء كان يميزها هي اصطياد الوحوش المتنوعة في اللعبة واستخدامهم في صنع أسلحة ودروع قوية، وشخصية ألوي بطلة اللعبة هي شخصية محبوبة لدى الجميع. في المركز الخامس معنا لعبة سبايدر مان. ألعاب كثيرة نزلت لسبايدر مان، لكن هذه اللعبة بلا شك تعتبر أول لعبة ضخمة على مستوى عالم من ناحية الجودة وطريقة اللعبة للشخصية المحبوبة سبايدر مان، وهي من تطوير انسومنياك واللي اشتهر بتطوير ألعاب في السلسلة العريقة راشت أند كلانك. اللعبة عبارة عن عالم مفتوح وفيها سرد قصصي جميل ومهمات متنوعة في مدينة نيويورك الضخمة. وأكثر شيء كان يميز اللعبة هو حرية التنقل في المدينة باستخدام خيوط العنكبوت مثل سبايدر مان بالضبط. وطبعا القصة كانت مسلية ونظام القتال فيه تكرار أشبه بألعاب أركام لباتمان. في المركز الرابع معنا لعبة أنشارتد 4. هي لعبة مغامرات مبنية على لحظة ما احتاج اكمل شرح، مين منا ما يعرف انشارتد او السلسله؟ الكل يعرفها. الجزء الرابع كان الافضل في السلسله من ناحيه الرسوم، بحيث دفع محرك الرسوم الى بلاي ستيشن 4 برو الى اقصى درجاته، والقصه كانت جميله وخاتمه للسلسله، وتصميم مراحل والحوارات والاحداث كانت عظيمه. كل من ختم انشارتد 4 ما يقدر ينكر المشاعر اللي حس فيها بعد ما شاف النهايه، وخصوصا بعد الكريدتس. في المركز الثالث معنا لعبه بلاد بون. هي تعتبر واحدة من أفضل الألعاب في التاريخ من الأسطورة ألعاب السولز ميازاكي. هي لعبة مغامرات وصراع بقاء على أسلوب ألعاب السولز، لكن اللي يميزها أنها كونت هوية خاصة فيها من ناحية القصة والعالم وأسلوب اللعب. القصة معقدة جدا وفيها خفايا كثيرة، والعالم مبني على عهد الفيكتوري البريطاني، وطريقة اللعبة تركز على الهجوم أكثر من الدفاع عكس ألعاب السولز. وأيضا أكثر شيء يميزها هي ان كل سلاح في اللعبه كان في خاصيه ثانويه في استخدامه يتغير من شكل السلاح وتعطي استراتيجيات اكثر في القتال ضد الاعداء. فعلا تعتبر جوهره الالعاب. في المركز الثاني معنا لعبه The Last of Us. صدقا مو عارف من وين ابدا. لعبه Last of Us تعتبر اكثر لعبه وصلت الى قلوب اللاعبين من كل النواحي. اللعبه قدمت قصه عميقه مليانه مشاعر وحوارات عظيمه وشخصيات اعظم، هذا غير طبعا الموسيقى الجميله اللي كانت فيها. واكثر ميزه اشتهرت فيها اللعبه هو شخصيه جول وايلي، وكيف ان اللاعب راح يقع في حبهم ويتعلق فيهم اكثر مع التقدم في اللعبه. الكل متحمس للجزء الثاني من اللعبه واللي راح يصدر في مايو 2020.
في المركز الأول معانا لعبة God of War. سلسلة God of War تعتبر من أكثر السلاسل العريقة في بلاي ستيشن، واللي طورت على أسلوب الهاك أند سلاش من ناحية الجيم بلاي أو القصة. ولما أعلنوا أنهم يسوون God of War جديدة، الكل استغرب من عدم إضافة الرقم 4 على اللعبة. ولما صدرت اللعبة ولعبتها الناس عرفوا السبب، والسبب هو أن اللعبة بالكامل تم تغييرها من ناحية الجيم بلاي وكل شيء فيها، وصارت لعبة جديدة كليا، لكن يظل فيها روح ألعاب God of War. اللعبة قدمت شخصية جديدة واللي هو ولد كريتوس أتريس، واللي بنلاحظ كيف شخصية كريتوس تغيرت عن السابق، وراح تشوف تطور علاقة قدامك بين الأب وابنه. وطبعا نظام القتال فيه ممتاز وأسلوب جديد أعجب فيه الكثير. وهذه كانت لستنا للتوب 10 لأفضل ألعاب حصريات بلاي ستيشن 4. قولوا لنا إذا توافقونا ولا تخالفونا الرأي، وأيضا اكتبوا تحت هل عجبتكم الحلقة، وأيضا أعطونا نصائح ثانية حق توب 10 ثانية نقدر نسويها لكم. كما عقب الدشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.